أسعد الله مساكم بكل الخير مشاهدي الأفاضل، مرحبا إلى هذه الأجواء الفريدة من نوعها في أليانز ستاديوم تورينو في حضور فريق يوفنتوس تورينو وفي مواجهة فريق توتنهام، فريقان في أفضل أحوالهما في الدوريين الإيطالي والإنجليزي في الخرجة الأولى في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. يوفنتوس بهذه التشكيلة ببوفون الذي يصبح سابع لاعب يلعب مباراة في دوري الأبطال وقد اجتاز سن الأربعين وخامس حارس يا القوي والصعب. اليوفي على يسار الشاشة وتوتنهام على يمينها، ضربة الانطلاقة أعطيت الآن مشاهدي من أهداف اليوفي أمام فيورنتينا، الكرة تلعب وبا با 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 جول فعلها الأرجنتيني إيغوين وإله من جول في الدقيقة الثانية من انطلاقة المباراة، يفعلها الأرجنتيني بدفاع فريق توتنهام ويسجل هدف ولا أروع، تمريرة من أروع ما يكون وتسديدة من أروع ما يكون من غونزالو إيغوين. الأرجنتيني في أفضل أحواله يريد أن يقول لمنتخب بلاده سابقا من الوسط، عرضية ممتازة بعيدة وخطيرة في اتجاه برناردسكي. أوي 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 أوي. الحكم أعتقد قال ضربة جزاء، نعم قالها وصفرها لصالح يوفنتوس تورينو في وقت مانجوكيتش يطالب بالبطاقة الصفراء أو الحمراء. إيغوين قد يضيع، إيغوين أوي 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 ضيع على الثاني لإيغوين ويوفنتوس عند الدقيقة التاسعة، فعلها غونزالو وسجل هدف الرابع في دوري الأبطال، فعلها إيغوين وسجل هدف الحادي والعشرين في 72 مباراة في دوري الأبطال. يوفنتوس يقصف بالثقيل، يوفنتوس يضرب بقوة في بداية المباراة ويسجل ثنائية في راح من أمام كليني هيلا من جلي علي أي 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 مهدي ببراعة وبروعة جيد عليكي ويريك سيناريكا با 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 با. يا له من بوفون ينقد يوفنتوس من أمام هاري كين في أول أخطر فرصة لعناصر توتنهام. ديمبلي يلعبها في الوسط، ميرا لاب إيغوين با 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 خطيرة، إيغوين يا غونزالو يا إيغوين من كرة واحدة من هربة واحدة من لعبة هاري كين يقول حكم المباراة بالراس خطير، باليمنى خطير وباليسرى خطير. هاري كين 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 با 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 فعلها كين، جول 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 جول. هذا هو المرعب وهذا هو المخيف وهذا هو الذي أطاح ببوفون وأطاح بيوفنتوس، فعل هاري كين على خط المنطقة على خط التسلل دايلي علي هاري كين، وهاري كين يراوغ بوفون ويسجل جول. انت مهاجم كبير ورائع. مرة ثانية إريكسان اي 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 يا بوفون القنبلة لا تمسك يا بوفون. ثم الثالث خل دوغلاس راح، دوغلاس كوستا با 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 با. إنه يوفنتوس الذي يقلب الموازين في أي لحظة من لحظات المباراة، إنه دوغلاس كوستا الذي فعلها بسيرجيو ريه وبدفاع توتنهام وهو تحصل على ضربة جزاء. راوغ الأول وزاد أمام الثاني ومر. إيغوين يتقدم يسدد إيغوين وبا با 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 ضيعتها يا غونزالو. إيغوين يضيع على يوفنتوس فرصة تسجيل هدف ثالث، وزنه من ذهب يا غونزالو وبقت على النتيجة. جول برناردسكي برناردسكي يصد كرة برناردسكي وينقذ توتنهام من كرة جول إيغوين لبرناردسكي من الكرة هاري كين يا بوفون كاد يبعتك الخداع والماكر هاري كين. هذه هي المخالفة با 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 جول. كريستيان إريكسون يطيح مرة ثانية ببوفون ويسجل هدف التعديل في الدقيقة 71، هدفان لمثلهما صارت النتيجة لصالحي نعم لصالحي توتنهام. أو الخطأ من كيليني جنوب برناردسكي، قتلتها يا برناردسكي أوي أوي أوي. سقط إيغو لوريس ومع ذلك جاءته الكرة من برناردسكي. كم يحتسبها لليوفي مهدي بن عطية بالراس وراحت بعيدة تماما، خرجت كاد يسجل أول أهدافه في دوري